علي يعني علي لا تطلع أيوة. الذكاء يعني إذا في الأمنيات هو هلا غنور لا هو النور هو شط 10 يعني حكيته كل شيء هلا هلا خا خا بتسجله ورد على القائمة موضوع ال ما بس تغير بس إذا حاط طبعا هندسة في الشام صار بداية الثورة مظاهرات هيك طلعنا في المظاهرات وطلبنا صرنا اجوا على الجامعة شالونا كنا شي 20 طالب في مظاهرة هن عم يشيلونا صار يعني هيك بين مدافشة وطلاب وشباب انصبت على عيني ورحت على السجن لما شالونا على السجن 20 واحد ما عالجونا بنوب تأزمت الوضع تأزم الوضع حتى انضربت العين يعني انضربت العين اليسار ما عاد شفنا فيها بعدها هيك صاروا يعني من برا يسعوا الأهل يسعوا من برا دفع مصاري وواسطات وهيك حتى رب العالمين فرج علينا وطلعنا ظليت مسجون شي يعني قرابة 8 شهور 9 شهور عند النظام وطلعت بعدها طلعت مباشر لهون على الشمال من الشمال طلعت على تركيا مشي 5 سنين 2015 ايه وصاروا مشان شغلة العلاج يوم فتت على المشفى وعالجونا هون في تركيا يعني نص علاج يعني لسه ما استمر العلاج اسمه